بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بلورات الماء. مثل ما تلاحظون في الصورة مجمدة تتأثر بالصوت الماء. الماء له قدرة غريبة على تخزين أي صوت ونقله إلى خلايا الجسم. ونتذكر أن جسم الإنسان يحوي 70% من الماء. إذا تلاوة القرآن على الماء سيؤدي إلى رفع طاقة الماء وقدرتها على الشفاء ونقل المعلومات التي تأثر بها من القرآن إلى كل خلية في الجسم، والله أعلم.